إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. أنا معدتي تعبانة قوي قوي، نار نار، حاسس بحموضة كده على طول. مجرد ما أكل أي أكلة بسيطة بحس بنار، نار في صدري، ببقى مش عارف أعمل إيه. بقعد أخذ في فورات وحاجات للحموضة واستحلابات ومفيش فايدة، لدرجة إني بقيت أخاف من أي أكل. امبارح كده قلت اروح اكشف عند دكتور مشهور عندنا بتاع جهاز هضمي اللي بيطلع في التلفزيون ده، الكشف عليا بيقول لي ده سببها السجاير. وده معقول يا اخوانا؟ الواحد طول عمره يعرف ان التدخين ده بيأثر على الصدر على القلب، لكن على المعدة؟ الله العظيم، ايه علاقة المعدة بالسجاير؟ هو انا باكل ايه؟ لو فاكر ان التدخين بيأثر بس على الجهاز التنفسي او القلب تبقى غلطان. التدخين كمان ليه تأثير كبير على حاجات تانية في جسمنا، منها المعدة والجهاز الهضمي. فالتدخين مثلا بيغير طبيعة اللعاب اللي ربنا خلاه قلوي علشان يعادل ويخفف من عصارة المعدة الحارقة، وبالتالي المدخن دايما بيكون عنده عسر هضم وعنده التهابات مزمنة في المعدة اللي ممكن قوي توصله لقرحة في المعدة، وممكن القرحة دي تنزف بعد كده وتعمل لنا مشكلة كبيرة. التدخين برضه بيقلل عصارات البنكرياس القلوية برضو اللي برضو ربنا خلاها بتعادل حمض المعدة. التدخين كمان ممكن يزود من إفراز المعدة لحمضها الحارق ده. وغير كده التدخين بيضعف كفاءة عضلة الصمام اللي بين المريء والمعدة، اللي العضلة دي بتسمح للأكل إنه يعدي في اتجاه واحد بس، من فوق لتحت، من المريء للمعدة. العضلة دي لما بتضعف ده بيزود فرص ارتجاع الحمض من المعدة للمريء، وبالتالي بيخلي عصارة المعدة تطلع في الاتجاه العكسي، والعصارة دي لما تطلع المريء وجدار المريء بتاعنا مش مهيئ لاحتمال عصارة حارقة زي دي، فتعمل فيه التهابات بنسميها في الطب ارتجاع في المريء. يفضل الشخص ده يعاني ويعاني من حموضة وحرقان، ممكن كمان يخليه ما يعرفش ينام. تعرف كمان ان من الحاجات الخطيرة جدا شرب السجاير بعد الاكل مباشرة. الدراسات قالت ان تدخين سيجارة واحدة بعد الاكل بيعادل خطورة تدخين 10 سجاير دفعة واحدة. التدخين كمان بيزود اعراض القولون العصبي للي عنده قولون عصبي. مش بس كده، تعرف كمان ان التدخين زي ما ممكن يعمل سرطان في الرئة، ممكن برضه يتسبب في سرطان في المعدة أو سرطان في الأمعاء أو سرطان في القولون. دي بعض بس من أثار التدخين على جهازنا الهضمي وعلى جسمنا. يا ترى لسه اللي ما بطلش تدخين بيفكر هيبطل ولا لأ؟ كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.